السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم جبت لكم تشكيلة راقية ديال جلابة المغربية، جلابة متنوعة وفي حلة جديدة. كاين موديلات بالطرز الرباطي، كاين موديلات بالبرشمان، يعني تشكيلة راقية. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجع لنا باش نقول ان شاء الله دائما نبحثوا لكم عن الجديد ديال الخياطة والجديد كذلك ديال الاتواب، باش تكونوا فكرة عن الجديد والموضة لهاد السنة هذه. كنتمنى ان شاء الله هاد التشكيلة تنال الاعجاب ديالكم. بقوا معايا حتى الاخر باش تكتشفوا الجديد ديال الجلابة المغربية لهاد السنة هذه، يعني تشكيلة غنية ومتنوعة، فرجة ممتعة، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.